الأمل، التحدي، يعني الاستمرار. خلونا نعطي نفسنا فسحة من التحدي والأمل. بين ضجيج الصمت والسكون، هناك أشخاص عالمهم صامت، حديثهم تعبر عنه إشارة اليد وتمتمة الشفاه، إلا أنه ما شكل عائق تجاه عزيمة وإصرار فئة الصم. فمملكة البحرين تقوم بجهود واضحة ودعم لا محدود لهذه الفئة، وأيضا لمن هم من الاحتياجات الخاصة. ترافقنا في هذه الحلقة عبير سلوم، مدربة ومترجمة لغة الإشارة، لتعرفنا عن قرب على أشخاص من الصم، وتحديداً مع جائحة الكورونا كيف استمروا في مشاريعهم واستغلوا وقت فراغهم في تحويل جائحة كورونا إلى عامل قوة واستمرار. طبعاً إحنا إذا بنتكلم عن التحديات أو الصعوبات، أكبر الصعوبات والتحديات اللي يواجهون أخواننا الصم من خلال تعرفي عليهم أنهم بس لغة التواصل أو ترجمة لغة الإشارة، هذا اللي هم يفتقرونه. ليش؟ لأنه هم في فجوة كبيرة ما بينهم وما بين الأشخاص السامعين. كل ما إحنا تعلمنا لغة الإشارة أو وفرنا مترجمين لغة الإشارة، كل ما تقلصت الفجوة هذه وصاروا إنهم أشخاص منسجمين أكثر. أنا دوماً أؤمن بمبدأ حان الوقت لإرجاع الصم إلى أحضان المجتمع من خلال أن نتعلم لغة الإشارة ونوفر مترجمين حق لغة الإشارة علشان نذلل هذه الصعوبات والتحديات. إحسين الشجار صاحب مشروع وردة فنان. إحسين يعتبر واحد من بين النماذج المتميزة والمبدعة لفئة الصم في إدارة وتنظيم المناسبات. يقول إنه هو بدأ مشروعه سنة 1993 يوم كان هو في مرحلة المراهقة. يقول كان في زواج أخوه من الأهل، كان إنهم يصممون ويزينون الأشياء الزينة الخاصة بالعرس أو الأشياء القديمة الشعبية الخلفية اللي حق الجلوة والحلنة. فكان هو يشوف في مكان صغير، فكان حبنا يتعلم هذه الشغلة، إنه كان وايد منبهر بالأشياء القديمة بالزينة. عقب يقول إنه يوم شاف قبل إن الإضافة حق الخلفية السعف ومع الليتات، كان هو يطالع وينبهر. فعقب إنه هو الأهل حبوا يساعدونه، إنه هو كان يحب يساعدهم بالأحر في إعداد حفلة الزواج. عقب إنه هو يقول يوم كان أثناء وقت فراغه مثلاً يطالع المسلسلات البرامج مثلاً الحفلات الهندية المصرية، يبي يتعلم شلون يصمم له أسلوب خاص فيه. فكان يشوف الحفلات والحفلات، يقول هو بدأ فعلياً سنة 1999 حب إنه هو يصمم له نمط خاص فيه، يركب له ديزاينات معينة، حس انه اللمسات الابداعيه جدا جميله، حب انه يطور من شغله اكثر. في سنه 2001 ابتدى انه بتزيين السيارات وحق الزفاف، والكل كان يمدحه ويقول انه كان العمل اللي انت اللي قاعد تسويه وايد حلو، فكانوا يروحون له وانه هو يزين سياراتهم حق الحفلات الزفاف. يقول كان عقب 6 سنوات تقريبا او عمره 16 سنه انه كان يروح المدرسه وهو بدا هذا المشروع. عقب يقول ايضا يكون في اثناء في بعد احد حفلات العائله سنه 2007 هو حب انه هو يصمم الكوشه ويحب يصمم المسرح الخاص زفاف احد من اهله. طبعا انه شرى الاشياء الخاصه الزينه اللمسات، سوى له لمسات خاصه فيها الابداعيه وابتكر الاشياء، فالكل قام يتساءل ما شاء الله هذا المسارح وايد حلو. فقالوا ان هذا حسين من الشخص الصم، استغربوا وقالوا مستحيل، يعني شافوا ان العمل وايد حلو ومنبهرين. فيقول هني كانت هاي بدايته.
فكانت بدايته الحقيقية سنة 2007، عقب أنه هو فكان مسوي كتالوجات ومسوي منشورات يذكر تصاميمه، والكل قام يسأل يقول عنده أخو مترجم لغة الإشارة كان يساعده في إدارة المشروع. فكان الموضوع سهل أنه هو يقول أنه يروح ويشتغل ويمارس موهبته أو مشروعه. وبعدين أنه لقى أن الناس كثير أنه حابين يتواصلون معه علشان يصمم مسارحهم. يقول ليه سنة 2014 هني بدأ ينشأ مكتبة ومحل الخاص، وعقب قام يجيب أشخاص من العمالة من الجالية الفلبينية والجالية الهندية، قام هو يعلمهم الخطوات أنهم شلون يساعدونه أن ينسقون ويصممون المسارح. بعد مع أن شخص عامل من الجالية الهندية أنه علمه لغة الإشارة أنه يساعده علشان ينسق معه، فهو وايد مستانس الحمد لله أنه هو بدأ مشروعه من سنة 2014 إلى الحين، والحمد لله وهو قاعد يتطور وهو وايد مستانس، والكل يعرف أنه هو صاحب مشروع وردة فنان وأنه فخور وسعيد في نفسه. مع بداية فترة الكورونا حتى اليوم توقفت القاعات الكبيرة عن إحياء الأعراس والمناسبات فيها، فتحول نشاط حسين بعدها إلى تنسيق وتزيين المنازل والأماكن الخاصة في المناسبات اللي تقتصر على أعداد قليلة. يقول قبل كورونا كان حجوزات وايد والحجوزات فل، والحمد لله والشغل ماشي ومتواتر، بس يوم سمع إن فيروس كورونا وانتشار جائحة كورونا وسمع عن توقف الأنشطة والأعمال، فالحفلات توقفت، فحس بضيق إنه العمل يعني صار عنده نوع من الخسائر أو انخفضت معدلات الأعمال، فما كان يعني حس كان في خسارة. عقب يوم قالوا إن الجميع إن ما حد وقفوا الأعراس فصار في خسارة. طبعا من الصعوبات المشكله ان الاجور العمال والعمل يعني بدا يضعف، فعقب ان صار ان اسمحوا حق الحفلات البسيطه حق معدل الاشخاص، قال ما علي مثل الحنه او الحفلات الجلوه ان تكون الحفلات المقصوره في البيت، فهو بدا ان يسوي الاعمال داخل البيت. يقول قو قلبك، والحمد لله يعني قو قلبك وركز على عمله وابتدى بمشروعه. يقول أشخاص الصم، يقول بالعكس هو حب يساعدكم ويوجه لكم رسالة، يقول لا يعني حاولوا تنطلقون أكثر، تكونون مشاريعكم الخاصة، تبدون مشروعك الخاص أي حرفة معينة، يعني بتسهل الأمور شوي شوي، وبعدين إن شاء الله راح تتطور مع الاستمرار مع العمل مع الاجتهاد بإذن الله تعالى. كوميل كامل شخص من فئة الصم، مشروعه الطباعة على الجلد والزجاج والخشب. تميز كوميل بالإتقان وابتكار كل ما هو جديد في مشروعه اللي يتطلب تقنيات خاصة ودقيقة. يقول قبل سنة أنه هو أنه يتعلم شيء، أول شيء أن أبوه يقول له أنت لازم تتعلم حرفة معينة. يقول أول مرة شرى له آلة جهاز، يقول لازم أنت تتعلم، وفي البداية وايد صعب. يقول عقب أن الأبو قال له لازم أن تتعلم علشان تنجح وتتطور، فقام هو تجرب شوي شوي يعني حس أنه هو وايد مستانس. بدأ كوميل مشروعه في فترة الكورونا، وما شكلت لهذه الأزمة أي عائق، إلا أنه طور من نفسه وطور من المنتجات اللي يصنعها وترويجها عبر وسائل التواصل الاجتماعي. يقول أعمالي كان قبل مقتصر على الخشب، عقب حب أنه يعني يتوسع أكثر،
قام يشوف أو يتعلم أكثر إن هو الطباعة على الجلود، الطباعة على الجزاز، فشاف إن يشوف مثلاً الجلود يحب يطورها يستبدلها يعني شيء قديم، فهو يستقلها ويدورها بشيء جديد حلو يضيف عليها صور. ايضا يقول لك في الخشب مثلا تشوف قديم خشب قديم غير يعني مستخدم او مستخدم، فهو يطور اكثر، فيحاول يطور اعماله خاصه في الاعمال الخشبيه مثل الصناديق والعلب، ايضا مثلا طباعه الصور على الخشب، حب يطور اكثر من اعماله، يكون الرسم مثلا التشكيلات الهندسيه او الورود او تشكيلات قديمه على الاعمال. ايضا يقول انه شاف الرسم مثلا على الجلد يحاول انه يطبع يعني على الاطباع ليزر على الجلود، فصار في ابتكار مثل ما قال انه في اشكال مثل ورد، فيطور يضيف اشياء مثلا يدخل معها المادة الخشب. وايضا يقول يشوف الجزاز، فيشوف انه شلون انه هو يحاول انه ما يصير انعكاس في المناظر، فحب انه هو ايضا انه هو يطور شغله اكثر. اول يقول هذا ان كيفيه الاستخدام الادوات او يخاف مثلا من الكسر، فكان يروح يلجأ حق شخص من اللي يتكلم انه يساعده شلون انه يساعده مثلا في طريقه استخدام هذه الاله. يقول ان هذا الشخص عقب ما يروح انه يشوف انه مثلا في خلل او مشكله في الجهاز، عقب انه هو يتعلم يقول ان هذا الشخص يساعده في 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 شلون تركيب هذه الاله او شلون يتعلم هذه الاله او شلون يستخدم هذه الاله، فقام يتعلم كيفيه طريقه استخدام هذه الاله. مثلا يقول له ان استخدام حق الجزاز كيف يكون، او يقول له ايضا انه مستقبلا اذا عندك اي مشكله ولا شيء تواصل معي انه هو يساعدك. لكن قال انا لا، انا احب ان اتطور نفسي اكثر واتعلم اكثر بنفسي واعتمد على نفسي اكثر علشان اكون انجح. يقول اول شيء يحب يشكر ابوه شكر كثير، لانه لولا يعني يقول ابوي الغالي على طول كان يدعمني ويساعدني وعلى طول، فهو يحب انه هو يامن مستقبلي، ف يعني ما حسسنا انه انا اقل من غيري انا صم، بالعكس يعني كان يعني يتكفل فينا ويدعمنا وشلون نحن نمارس حياتنا وشلون نستفيد. انا اشوفهم وايد اشخاص بالنسبة لي أساتذة لي، وأنا أحييهم. هذا تسبيق بلغة الإشارة أن أشخاص الصم أشخاص أقوياء وهم قادرين أن ينجحون في كل مراحل حياتهم. أنا حابة أقول كلمة خاصة حق إخواننا من الصم، أنت شخص قلبك قوي، لا تستسلم، لا تقول أنا متوتر ما أعرف شلون أحقق هدفي، أنت تقدر، احنا كلنا ان شاء الله راح ندعمك ونكون معك ان شاء الله تنجح، واحنا نشوف راح نستانس ان شفناكم انتم تنجحون ان شاء الله. احنا مترجمين لغة الإشارة راح نكون معكم باذن الله تعالى. خصصنا هذه الحلقة لنستعرض النماذج المبدعة من فئة الصم وكيف اعتمدوا على نفسهم وكونوا مشاريعهم الخاصة، ورغم جائحة كورونا الا ان هذه الأزمة زادتهم اصرار وقوة، واستطاعوا إنهم يقولون للجميع بأن الدرب ليس سهلاً ولكن الوصول إلى الغاية جميل.